ده ياخدني لاخر سؤال محيطك دكتور فتحي، هل احنا في الطريق فعلا لقانون دولي ينظم اليه عمل شبكات التواصل الاجتماعي داخل نطاق الدول؟ بالطبع، بعد الانتباه لخطوره شبكات التواصل الاجتماعي والانتباه للتاثيرات المعلوماتيه والتاثيرات السياسيه بل والتاثيرات الاقتصاديه، فمن مصلحه كل دوله او من مصلحه دول العالم بشكل عام ان تضع اطار تنظيمي لهذه الشبكات، لان الشبكات دي زي ما قلت لحضرتك هي بتجني ملايين الدولارات شهريا من المستخدمين حول العالم، هي اصبحت دول جوه داخل الدول، هي اصبحت توجه الراي العام وتؤثر عليه وتقوم باستقطابه وتقوم بتوجيهه، فالامر ده طبعا يجب ان يكون في قائمه اولويات الدول. وبالطبع الشكل الفتره القادمه بعد التحركات الاخيره ومنها التحرك الاسترالي هيدفع في هذا الامر. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على نقطه خطيره جدا، احنا دلوقتي داخلين يعني في غضون سنوات قليله قادمه احنا عندنا هيبقى عندنا ظاهره اسمها الانترنت الفضائي، الانترنت الفضائي اللي شغال عليه شركه ايلون ماسك نيورالينك، هنلاقي ان شبكات الانترنت دلوقتي الدول مش هتقدر تتحكم في هذه الشبكه، فبالتالي يجب ان تتنبه الدول بصوره سريعه للتطورات المتلاحقه والمتصاعده حتى تستطيع ان تحفظ امنها الداخلي من جهه وان تحفظ امنها المعلوماتي والاجتماعي من جهه اخرى، لان شبكات التواصل الاجتماعي اصبحت مصدر يهدد الامن المجتمعي والامن السياسي والامن الاقتصادي، فبالتالي يجب ان يكون هناك منصه رسمية للدول خاصة الدولة المصرية حتى نحفظ أمننا المعلوماتي ونحفظ أمننا الاجتماعي من العادات والتقاليد الغربية. وبكل تأكيد بكل تأكيد أن الفترة القادمة سوف تشهد قانون دولي أو ميثاق شرف لتنظيم آلية عمل شبكات التواصل الاجتماعي بداية من أستراليا قريبا إن شاء الله.